متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية والتي تشير تقريبا إلى تشكل الضباب في مناطق الحدود الشمالية خلال ساعات صباح هذا اليوم، هو ما هو معتاد تكراره خلال الأيام الماضية نتيجة تموضع لمرتفع جوي في هذه المناطق. بعض السحب والغيوم تشكلت خلال ساعات ما بعد ظهر اليوم في المناطق الجنوبية الغربية، وبعض السحب والغيوم في المناطق الشرقية من المملكة. هناك توقعات بازدياد فرص تأثر أجزاء من المملكة بالأمطار اعتبارا من ساعات صباح يوم غد، يتوقع بمشيئة الله تعالى تحسن فرص الأمطار فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة، مرتفعات عسير والباحة وربما تصل إلى أبها، وبعض مرتفعات جازان بحد سواء، وأيضا بعض مرتفعات الطائف على المنطقة الشمالية من هذه المرتفعات، بعض الزخات المحلية من الأمطار في أجزاء الشرقية من المدينة المنورة بمشيئة الله تعالى. يوم الأربعاء صباحا تتكرر وتتجدد هذه فرص الأمطار فوق هذه مرة السواحل الجنوبية الغربية من المملكة، وتمتد لاحقا إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، وربما تصل شمال إلى بعض من مرتفعات الطائف ومكة المكرمة بمشيئة الله تعالى. هذا بالنسبة ليومي الثلاثاء ويوم الأربعاء. بالعودة للأحوال الجوية، هذه الليلة في العاصمة الرياض أجواء تبقى باردة نسبيا، درجة حرارة 13 درجة مئوية مع ظهور لكميات من السحب والغيوم على فترات. بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية خلال ثلاثة أيام القادمة فهي كالتالي: تكون يوم الثلاثاء من 22 إلى 12، يوم الأربعاء من 22 إلى 11، ويوم الخميس من 21 درجة مئوية في ساعات النهار طابقين إلى 11 درجة مئوية، مع تزايد فرص الهطول في مدينة الرياض وخلال نهاية هذا الأسبوع لبعض الزخات المحلية من الأمطار في المنطقة الوسطى ربما تشمل بها مدينة الرياض. هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة، دمتم بخير، إلى اللقاء.